الهلوك ده مشكلة عويصة جدا. يعني الحشيشة هو مسمينه هلوك عشان هو بيهلك العائل بتاعه، إذا كان على الفول أو على الطماطم أو على البسلة أو على خلافه. الهلوك مشكلته إنه هي مشكلة مركبة. أول حاجة إن الشمراك الزهري الواحد بتاعه بيطلع من ربع لنص مليون بذر، وتعداد رهيب. العدد ده بينزل في التربة، بيسقط في التربة، يقعد 20 سنة قبل الإنبات. ده المشكلة التانية، إن هو حيويته 20 سنة. الأكتر من كده إن هو ما بينبتش إلا زراعة العائل بتاعه. يعني هلوك الفول يقعد 20 سنة في التربة مستني تزرع فول. لو زرعت فول في أي وقت في خلال 20 سنة ينبت، ما زرعتش الفول ما ينبتش. بدنا نحلها بإنتاج مبيد حيوي متخصص على هلوك الفول. بنقدر نحطه، أنتجناه في صورة جرانيولز، حبيبات يعني. حبيبات دي مطمور فيها الجراثيم بتاع الفطر المتخصص ده. بنحط حوالي جرام من الجرانيولز دي أو الحبيبات بتاع المبيد الحيوي مع حباية الفول في الجورة ساعة الزراعة، وبعد كده نروي. المية بتاع الري بتنشط الفطر، بتخلي الجراثيم تنبت، وبعد كده لما الجراثيم تنبت تبدأ تهاجم بذور الهلوك الموجودة حوالين بذرة الفول في الجورة، وبتعفنها فبتموت، بتفشل في الإنبات. استطعنا من خلال البحث العلمي ومن خلال أحد أساتذتنا الأفاضل الأستاذ الدكتور ياسر شبانة في أنه ينتج مبيد حيوي يستطيع القضاء على هذا الفطر تماما والتخلص منه، وبيتم زراعته طبعا مع أثناء زراعة المحصول نفسه، وبالتالي ده بيقلل من الأعباء اللي موجودة على الدولة، لأنه إحنا حاليا أكبر مستورد للعالم من الفول البلدي، وبالإضافة إلى المحاصيل البقولية الأخرى، وبالتالي ده يعني استفادة كبيرة جدا.